ليلى العامري، شلونش ليلى؟ الحمد لله. عارفيني عن نفسك ليلى. اسمي ليلى العامري، عمري 22 سنة، طالبة جامعية رسامة. زين، يا جامعة والله شوية يعني مسوي عادة ترشيح، يعني بسبب القبول فقعدة هالسنة. يعني هاي السنة الأولى إلك بالجامعة؟ ايه هالسنة. يعني انت موهوبه بالرسم، انت مو ايه اكاديمي. نعم. يعني اكاديميه فنون جميله او محل فنون جميله؟ نعم، يعني من عمري 7 سنوات بديت موهبه الرسم. يعني ها حلو، تمام. زين، شو وقت بديتي الفن التشكيلي؟ والله بديت الفن التشكيلي من عمر 7 سنوات، بعدين صار عمر 18 سنه. يعني انت بديتي انت بعمر 18 سنه، يعني عمرك 18 سنه بديتي باللوحات والرسم. اوكي، عمر 18 سنه رحت للمتنبي، بعدين طورتي نفسك بالمتنبي بشارع المتنبي. اي نعم. زين، بعدين صار عندي مرسم بالمتنبي، شويه شويه قمت اقيم معارض، شاركت، حصلت على شهادات تقديريه فوصلت لهذا المستوى. حلو. يعني زين، انت من ليلى منو شجعك على هذا الشيء؟ والله أنا عائلتي، بس بالخصوص والدتي هي اللي دائما تتعب وياي. يعني تحياتنا لها اكيد. يعني اللي دعمتك واللي شجعتك اليوم هي امك اللي ساندتك ب انه تطورين نفسك باللوحات. زين، انا اللي دا اشوف اللوحات هي اليوم يومي، انت تقريبا اكثرها عندك خيل. نعم، خيول. انا احب الخيل كلش، يعني تميلين للخيول اكثر، خصوصا هو الرسام. يعني اذا قوي، يعني شلون يجرب قوته بالرسم؟ خلال رسم الخيل، فاكثر شيء الخيل يعني ارسم. حتى التفاصيل التكنيك مالتها، يعني كانه هي دارسه هذا الشيء، مو بس موهبه. رغم الخيل اللي من اصعب يعني الرسمات، الرسومات، ولازم يراد لها تركيز ويراد لها قوه بالرسم. زين، المدرسه المفضله لك بالفنون التشكيليه شنو هي؟ طبعا انا يعني اكثر لوحاتي هي تعبير، يعني تعبر عن واقعنا، كذلك يعني تعبر عن اشياء بحياتي. فالمدرسه التعبيريه هي من اقرب المدارس يعني لي، لان شلون تتطابق ويا الاشياء. يعني ما لك علاقه لا بالتكعيبيه ولا السرياليه ولا هاي الامور؟ يعني انا احبهم بس شوي، يعني المدرسه التعبيريه من المدارس المقربه لقلبي يعني. ها اوكي. زين، شنو اهدافك انت؟ وين تريدين توصلين؟ والله أنا يعني حالياً أهدافي أنه أكمل دراستي، أحصل على قبول. طبعاً يعني أنا أريد أقدم على الفنون، فهالسنة يعني ما صحت لي فرصة أنه أنجح بالاختبار مال الفنون. طموحاتي أنه أكمل دراسة الفنون، بعدها أتخرج وأفتح لي أكاديمية خاصة بي، ويعني أستقبل يعني طلاب مبتدئين وأقويهم بهذا المستوى. أكاديمية أهلية يعني تقصدي؟ حلو، طموحها حلو. يعني انت بس بعد ما تطوري نفسك بالقوه، اطور روحي، قلت ادرس الفن، لان الفن انه شلون صعب، ترى بحر وصعب، صعب اقدم شيء انا ما دارسته، فانه طموحي ادرس الفن بعدها اقوي يعني. طيب متدين. ليلى، شنو المواد اللي تستخدميها اليوم؟ المواد اللي استخدمها كلها زيتيه؟ لو انا استخدم المجانين، الزيتي والفحم والرصاص، بس اكثر شيء الزيتي، لان الزيتي اكثر شيء يعني اقدر اطلع الواقعيه بي اكثر من الفحم والرصاص، وهمين يعني سهل ما يطول اكثر. الفحم والرصاص اغلبه يكون ب تعب اراده، يعني تفاصيل ومجهود هواي. اما الزيتي يعني بالنسبه الي يعني اشوفه اسهل، يمكن لان انا متعوده عليه. لين ايدك ما اخذت؟ لان انا اول ما بديت طورت بهذا المجال بالزيتي، فيعني ايدي اخذت عليه. زين، تعتبرين هذا اليوم، هذا الاعمال هاي اللي تعتبريها رزق تبيعين؟ باب رزق يعني؟ والله هو يعني المعروف الرسم في العراق انه ما بي رزق، يعني ذاك الرزق بس العالي. بس تحكين هسه هاي الفتره انه اغلب الناس دا تتجه للوحات يشتروها، صح لو لا؟ صارت بكل بيت لازم انه اكو لوحه حاليا. يعني اي يا سان، عندي يعني مرسم بالمتنبي، اي شخص من يجي يشوف اللوحه يشوف سعرها غالي، يعني مثلا تتعدى 30,000 راسا يتراجع. 30,000 غاليه؟ اعلى من يعني اي 30,000 يعني غاليه. يعني اكو لوحات، انا اكو لوحات وشايفها بالمتنبي توصل للمليون ونص، مليونين. هاي تلقاها 5 سنوات هيك بمكانها، ما حد يشتريها، يعني بالقوات يشتري، يعني يشترون اللوحات. انا اشوف بس الرغابين اللي يحبون يخلون اللوحات. طبعا هي بس الذواقين اللي يعني انت تحبين الرسم مثلي؟ انا فن تشكيلي، بدي اقول لك مثلي. يعني عندك لوحه سعرها؟ لا انا مو لوحات، انا خزف شغلات هاي الانتيكات.
انتيكات. ها حلو. اليوم انا اليوم انا يعني كلامه يا خطاب مو هو مثل كل يوم. طيب ليلى، انت اليوم نقدر نقول مو بس كهاويه، انت فنانه تشكيليه بالرسم، تحبي واختصاصك المدرسه الواقعيه، تحبين تعبرين عن الواقع اللي موجود حاليا. نعم. او اي شيء يمر به الفرد. نعم. نقدر نقول اليوم شنو نصيحتك للمبتدئين؟ نصيحتي للمبتدئين هي الممارسه المستمره، لان خصوصا الناس اللي تخاف من اكو ناس تخاف. نعم. من الرسم. اي انا اصلا انا هم كنت اخاف، بعدين تغلبت على خوفي هذا بالممارسه، خاصه التغذيه البصريه هي كلش تساعد، يعني اكثر عامل يطور المبتدئ، فالتغذيه البصريه وكذلك انه يتعلمون من الفنانين الاكبر من عندهم، انه ياخذون معلومات من عندهم، يعني راح تساعدهم هواي انه يطورون بسرعه. اما اذا يظلون معتمدين بس على روحهم هيك راح تاخير بالتطور راح يصير، وماكو احد يدعمهم. ان ايه؟ تحسين ماكو دعم هو خارجي، هذا عامل الدعم اهم شيء. اها يعني حلو. زين احكي لي على مشاركاتك بالمعارض، كم معرض شاركتي به وين المكانات اللي شاركتي بهن وبكم لوحه شاركتي؟ والله انا شاركت تقريبا 4 معارض هيك، بالعظمية وبالمتنبي، وتكرمت قام مقام بغداد كرمني، ووزير الثقافة هم التقى بيه، فيعني هاي المعارض البسيطة يعني كل فرصة حبيت. الله استغلها. وزير الثقافة التقى بيه يعني التقى بيش وزير الثقافة. الله المتنبي. شطاتش دعمك والله، بس يعني شجعنا شاف اللوحات هاي معنوي استمر تشجيع. معنوي. احنا راح نضل هاي راح نضل احنا على هاي الابره ما تشجيع المعنوي هاي. الله يبارك فيكم، شكرا لك وزيرنا ربي يحفظك انه دعمت هيك شباب. زين احتضنهم، قدم لهم شيء، سوي لهم فد حافز معنوي جدا لهم لهي المواهب الحلوه. باقي الوزراء بغير دول يعني مثل هيك مواهب يسووا لهم مثل البازار، غير دول يسفروهم تتفهم على مود يشوفون الطبيعه، خصوصا اللي يحب يرسم الطبيعه ما له علاقه، او يرسم الخيول مثلا. صحيح. ياخذوهم الغير دول حتى وان كانت دول عربيه. احنا هاي ماكو فرص يعني بالمتنبي هواي حاولوا يحصلون على هيك فرص، ابد قضوا سنوات من التسعينات لحد هسه ابد يعني ما جت هيك فرص لهم. إيه انتم شو تسوون؟ ابقوا بالمتنبي كل جمعه. والله يعني هذا واقع حال خطي، يعني انا اللي اشوف اكثر الشباب الرسامين هناك اللي يقعدون يرسمون يخططون. ليجي مثلا يرسم شكله ب 5000 دينار بالفحم، شو يسوي؟ هذا رزقه وماكو دعم له. هو احنا الرزق متوسط، يعني مثل ابيع انا لوحات بالسنه حسنه او استقبل طلبات الرسم. زين انت تقولين ابيع لوحات، اسعار اللوحات عندك تتراوح من نقول الى من اقل شيء؟ من 15 ل 30 يعني. ما 15 هاي ايش قد في ايش قد تكون الرسمه؟ اللي هي هاي خلينا نقول اي مثل هاي 15، مثل هاي ب 30، هاي ب 25. لو يعتمد على الرسمه الهاي لا هو يعني لو كل يعني مثلا هسه انا هاي اللوحه عجبتني، تعتمد على الرسمه اللي بيها السعر لو على الفريم اللي موجود؟ لا حسب يعني الشغل يعني التعب عليه. طبعا الذواق لا يعني اذا هاي يعني شلون عادي غالي او رخيص يعني يشتري، اما اذا عجبته اكو ناس يعني لا تكسر. يعني حتى لو قد ما تعبانه عليه اهم شيء انه السعر رخيص. زين لقيت انت اليوم منافسين وياك، خصوصا انت بالمتنبي يعني هوايه ناس فنانين موجودين، يعني حاولوا يحاربوك بشغلك؟ لا والله انا يعني بالنسبه للمبدعين المتنبي يعني انا موهبه صغيره يعني قدام. انا اللي اشوف بالمتنبي الاقوياء بالرسم ويشوفون اللي متوسط عندهم او شويه يدعموهم. صحيح. أيه حبون. أنا شفت يعني هذا أنا فضلهم طورت تعليماتهم ودروسهم اللي ينطوها لي. زين يعني تستقبلين استفاديت كلش من مو تتحسسين مثل اكو ناس تتحسس. أحب يعني استقبل. شو موضوع الفريق؟ ها فريق سولفينا على الفريق. احنا فريق بابلو عندنا برئاسة صديقتنا هدير، هذا فريق يعني مجموع من طاقة شبابية، يعني مو بس يقتصر على الفن إنما هو كل المواهب بيه. هذا يعني الجروب الفريق عنده رساله يوصل انه الفن هو موهبه ربانيه، يعني نعمه، انه الانسان حرامات يخسر هيك موهبه بسبب فكره انه الفن ما بيه مستقبل، فاحنا جايين نحاول بقد ما نقدر انه نوصل هاي الرساله. زين برايك انه انت فكره انه الفن ما بيه مستقبل هذا فكره مجتمع هو طرحها
ولا البيت نفسه اللي هو عايش فيه؟ والله هي شغلتي يعني المجتمع، هو البيت راح اكيد سمع من المجتمع وتعلمه عنده، فقنع روحه انه المجتمع يقول هيك، فاكيد قنع روحه انه ها هي فن ما بي مستقبل. برايك انت اليوم المجتمع يتقبل الطاقات الشبابيه خصوصا النسويه انه والله بكل مجالاتها؟ اكيد هسه انا جاي الاحظ انه اكثر شيء يعني هسه احنا الشابات البنات اكثر شيء تشجيع لنا يعني اكثر من الشاب، فيعني هذا الشيء زين جاي من جانبنا. يعني اكو فئه ضئيله كلش انه يحاربون البنات، او خصوصا هاي الكومنتات شايفها خلف الكيبورد كومنتات السلبيه. زين، اول ما بديتي بسمتي شنو الاخطاء اللي صارت قدامك؟ شنو هي اللوحه اللي بديتي بيها والاخطاء؟ يعني حسيت أول لوحة بديت بيها انه كانت مثل لون البشره عندي، كان عندي صعب التخطيط، انا قويه يعني لان اول ما تطورت بالتخطيط، بس الصعب انه هي طريقه استخدام الالوان الزيتيه. فاني من شفت هيك بعدين شويه شويه قلت لك يعني من اهل المتنبي، اخذت تعليمات، قمت احاول شويه شويه تطورت، فالحمد لله يعني هسه انا بمجهودي يعني لا يوتيوب ولا اي شيء، مجرد بس اسمع الكلمه من اساتذتي المتنبي فجاي اوصل. حلو، الاساتذه ما شو يقولوا لك؟ هسه انا اشوف هسه قبالي هاي الخيل اللوحه مال خلتي قبالي، شنو الاخطاء اللي موجوده عندك هسه حاليا انت باللوحه؟ تحسين انه شنو الاخطاء؟ والله يعني الفنان دائما يعني ايش قد ما يحاول ما يقدر يكتشف الاخطاء، بس الناظر يعني الناظر هو اللي فاهمه. هسه يعني جزء مثلا الفنان يجي يمتص بهاي الامور راح يقول لها الاخطاء عندك كذا وكذا. انت من دزيتيها اكيد شفتيها لاحد من الفنانين للفريق هم. انا اول ما ايش قالوا لك؟ لا انا هم قلت شوفون اخطاء، قالوا لا بالعكس يعني اكو تطور كلش قوي. قدرتي يوم من الايام تتجرئين ترسمين شخصيه واقعيه كامله؟ الزيتي بعدني ما حاولة، بس أنا بالفحم والرصاص لا يعني أرسم دائما. ترسمين شخصيات؟ أستقبل طلبات رسم همين وأرسم أشخاص. طموحك؟ لا هو يعني أنا على صفحتي على الانستغرام يدزوا لي طلبات الرسم إنه رسمي لي هاي الصورة فلان هيك سعره هاي. صار وياك مثلا موقف صعب إنه ترسمين وتكملين وبعدين يقولك والله إلغيها هاي الصورة هاي الأوردرات إلغيها؟ ما شنو أول شيء أنبههم انه ها هي اكيد ياكدوا لي الله ابدي الا اخذ الاوكي من عندهم هم ياكدوا لي وبعدين يقول ايش لا تدق عليهم غلق التليفون. زين، اكو معارض قريبه ان شاء الله راح اشاركين بيها ان شاء الله؟ عندنا فريقنا احنا هذا الشهر يمكن نهايته او هاي الايام، وعندنا الشهر السادس ان شاء الله همين معرضين. طبعا احنا مو بس بغداد، همين محافظات اي معرض هاي يعني نستقبل الدعوه ونروح. تمام. حلو، طبعا ليلى شكرا لك ونورتينا اليوم ببرنامجنا، وربي التوفيق والنجاح لك ان شاء الله. تسلم ان شاء الله.